السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه التغطية الإخبارية والتي نبدأها بأبرز الأحداث الجارية على الساحة الليبية، حيث أثنى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة يوم الاثنين الماضي مع الجمهورية التركية الخاصة بالتعاون في مجال الهيدروكربونات. وفي كلمة له أمس أمام ملتقى القيادات النسائية أكدت دبيبة أن الحكومة تتعاون مع الجميع من ضمنهم تركيا، وأن المذكرة الموقعة معها لن تؤثر على المشاريع الجارية تنفيذها. وحول رفض بعض الدول الإقليمية توقيع حكومته للمذكرة مع تركيا، قالت دبيبة أنه لا يهمنا رأي أي دولة في الاتفاقية، وقد استغرقنا عاما كاملا لدراستها حتى لا نقع في الأخطاء، مضيفا أن كنا دولة تبحث عن مصالحها، وعلينا الاستفادة من زيادة الطلب على النفط والغاز الناتج عن الحرب الأوكرانية، وقد حبانا الله بخيرات نفطية تجب الاستفادة منها، ولدينا منطقة بحرية غنية يجب استغلالها، كما سنتعاون لأجل ذلك ولأجل النفط الليبي عامة مع دول عديدة. استقبل رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بمقر المجلس في طرابلس رؤساء عدد من الأحزاب السياسية ضمن شبكة التواصل الحزبي. قالت منصة حكومتنا إن رؤساء الأحزاب استعرضوا رؤيتهم السياسية للوضع الراهن للبلاد وكيفية الدفع بالعملية الانتخابية إلى الأمام. كما استعرض الدبيبة رؤية الحكومة بشأن ضرورة وجود خارطة طريق جديدة تصل بنا بشكل مباشر إلى الانتخابات. وأكد رئيس الوزراء على أهمية وجود الأحزاب في العملية السياسية باعتبارها أساس العملية الديمقراطية على حد تعبيره. أكد مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الماضية بلغت 89 مليارا و700 مليون دينار، بينما بلغ الإنفاق 67 مليارا و200 مليون دينار. وأوضح المصرف في تقريره الشهري حول الإيراد والإنفاق العام أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 67 مليارا، وأتوات النفط بلغت 9500 مليون دينار، بينما بلغت أتوات النفط عن السنوات السابقة 11 مليارا و400 مليون دينار. وذكر المصرف أن إيرادات الضرائب بلغت 787 مليونا، بينما بلغت إيرادات الجمارك 146 مليونا، وأن إيرادات قطاع الاتصالات بلغت 146 مليونا، وقد بلغت إيرادات المحروقات بالسوق المحلي 115 مليونا و584 مليون دينار عن إيرادات أخرى. نناقش في هذه التغطية خلفيات وأسباب رفض عقيل صالح والدول الداعمة له لمذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا لنسلط الضوء أكثر على مكاسب الاتفاقية بين الجانبين، وما هي التبعات التي قد تؤثر على الواقع السياسي في ليبيا جراء هذه الاتفاقية. كل هذا وأكثر سطرحه لنقاش رفقة ضيوف الكرام، لكن بعد أن نتابع هذا التقرير. مصر واليونان ومن ورائهما دولة الاحتلال كانتا على رأس الأطراف الدولية التي استنكرت توقيع مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا، حيث ادعى وزيرا خارجية مصر واليونان أن حكومة الوحدة الوطنية لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم، ليأتي بعدها رفض حكومة الاحتلال لتوقيع الاتفاقية عبر وزير خارجيتها واعتراضه عليها بحجة أنها غير قانونية ومن طرف منتهي الولاية. ولم يكن الاتحاد الأوروبي بمنأى عن هذه الاستنكارات، فقد رد هو الآخر مستفهما عن الناطق باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، الذي قال إن الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتركيا
تتطلب مزيداً من التوضيحات، معتبراً أنها تستند إلى مذكرة تفاهم تتعارض مع قانون البحار وتنتهك حقوق الدول الأخرى. أما على المستوى المحلي، فيتزعم عقيل صالح ومجموعة من نواب طبرق هذا الرفض لمذكرة التفاهم، وأصدروا بياناً حمل توقيع 90 عضواً أعلنوا خلاله رفضهم توقيع حكومة الوحدة الوطنية مذكرة تفاهم مع تركيا بشأن الاستثمار المشترك في المياه الإقليمية الليبية. وبحسب حكومة الوحدة الوطنية، فإن مذكرة التفاهم تصب في مصلحة الدولتين وتساهم في حل الأزمة العالمية بخصوص النفط والغاز، وتهدف إلى تطوير مشاريع استكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي. كثير من المعلومات أكدت أن هذه الاتفاقية مرتبطة بما تم توقيعه في عام 2019 مع حكومة الوفاق الوطني، وتتعلق برسم حدود المياه الإقليمية لليبيا وتركيا، وتتيح للطرفين التنقيب عن النفط والغاز، وتحول دون السماح لأي من دول المتوسط بالاستفادة من تلك الموارد، الأمر الذي أثار حفيظة الأطراف الرافضة لها دوليا ومحليا. مثل هكذا أحداث تعيد للواجهة الصراع الدولي الذي نشب في عام 2019 وأتى على الأخضر واليابس وسط مخاوف من تصاعد وتيرة الخلافات إلى ما هو أبعد من ذلك. أفتح حلقة النقاش وأرحب بضيوفي من استوديوهاتنا من الاستوديو هنا، المحامي وخبير القانون الدولي الدكتور سامي الأطرش، وكذلك عبر استوديوهاتنا من مدينة مصراتة الخبير الاقتصادي الدكتور عمر زرموح، وأيضا عبر استوديوهاتنا من مدينة مصراتة المحلل السياسي مروان الدرقاش. أرحب بكم جميعا ضيوفي الكرام. أبدأ معك بداية دكتور سامي، يعني عقيلة صالح بعد أن نجح في إفساد الحياة السياسية في البلاد، هل ترى بأنه سيأتي الآن على الحياة الاقتصادية في ليبيا لكي يلحقها بالسياسية؟ نعم، بداية تحية لحضرتك والمشاهديك وضيوفك الكرام سيد زرموح والضيف الآخر. الحقيقة لابد لنا عندما نتحدث، يعني البرنامج اليوم سيكون فيه تركيز على هذه الاتفاقية الدولية، فلا بد لي أن أستحضر الحقيقة ما حدث في 2019، بأن ما يسمى بالبرلمان الحقيقة كان له موقفا غاية في التطرف فيما يتعلق بالعلاقات الليبية التركية، ولا سيما في هذه الاتفاقية التي كان لها شق غاية في الأهمية أيضا في تاريخ أحرار الشعب الليبي، ولا بد لها أن تكون ذات أثر ممتد حتى هذا التاريخ بغض النظر على أبعادها الاقتصادية. نعم. فنحن نحيي الحقيقة الشعب التركي وموقفه مسجل في ضمير الشعب الليبي، ولن ننسى هذه المواقف بما في ذلك توقيع اتفاقية التفاهم التي تمت في عهد الرئاسي عندما كان السيد السراج مسؤولاً. الحقيقة مجلس ما يسمى الحقيقة بمجلس النواب وكثير من أعضائه هم الحقيقة واقعين في تناقض ما بعده تناقض، يعني بين ما كان الوصف لهذه الدولة ككل دولة تركيا متعلق بماضيها وب يعني تراثها الإسلامي وهي الدولة العثمانية، وكيف وصفت كل من قدم يد العون أو تعاون مع هذه الدولة بأنه ينتمي إلى تيارات دينية معينة، وكان الموقف موقف غاية في الهجوم وغاية في يعني الإهانة لتركيا ولشعبها. وما لبثنا أن رأينا على شاشات التلفاز كيف كانوا يتسابقون أعضاء من مجلس النواب ثم لاحقهم كبير القوم فاسقهم بالتأكيد إلى تركيا يقدم فروض الطاعة والولاء، وكثير من الوفود انتقلت أيضا. نعم. فأنا نرى أن تقييم مثل هذه الجهات لا قيمة ولا وزن له، لأن ليس لديهم مواقف ثابتة وليست مواقف أيضا مبنية على أي أسس علمية لا اقتصادية ولا عسكرية ولا حتى تاريخية، يعني هناك خلط الحقيقة من جميع الأصناف عندما أخذوا موقفا سلبيا، وهم الآن يعني ينتقدون أيضا
هذه الاتفاقية بغض النظر على من ما هي مصلحة الشعب الليبي فيها. وهذه كارثة عندما يرى السياسي أنه تقييمه للأمور هو متوقف على وضع خصمه في هذه المعادلة. وبالتالي بدل من أن ينظروا إلى فوائد هذه المذكرة على الشعب الليبي وعلى اقتصاد الشعب الليبي، هم ينظرون لها بأنها وقعت من حكومة غير ذات شرعية. طيب، أرحب بك دكتور عمر. يعني بداية، كيف تقرأ الخطوة التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم الليبية التركية؟ بداية، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي ضيوفك الكرام الدكتور سامي والأستاذ مروان والسادة المشاهدين. بالنسبة للتوقيع الاتفاقية الأخيرة بشأن الغاز والنفط ويعني الاستكشاف والإنتاج، أعتقد أن هذا هو الإجراء الصحيح باعتبار أن هذه مياهنا أصبحت مياه ليبية وحق لليبيا، فليس من المنطق أن يتحدد هذا الحق ووقعنا عليه اتفاقية منذ عام 2019 اللي وقعها السيد السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق، وبعدين احنا نترك الأمور يعني المستندات هذه نتركها في الرف ونترك الـ 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 الأرض والمياه سائبة من غير استغلال اقتصادي. هذا في ذاته ضياع لفرص اقتصادية، ولذلك من الصواب أن نجري استكشاف للغاز وإن شاء الله يعني نحصل غاز وإنتاج نفط، وبالتالي هذا في مصلحة الشعب الليبي. أنا اللي يهمنا زي ما تفضل وزي ما أشار الدكتور سامي، يهمنا مصلحة الشعب الليبي بصرف النظر عن أي اعتبارات أو مناكفات سياسية أخرى. هذا العمل في مصلحة الشعب الليبي بنسبة 100%. نعم. طيب، أنتقل إليك سيد مروان. يعني كيف تفسر توافق الأطراف الدولية الرافضة لمذكرة التفاهم الليبية التركية مع عقيلة وصوان وبشاغة؟ هناك بعض الدول التي سيد مروان تركيا نعم لو استعرضنا يعني مواقف هذه الدول، يعني لو تحدثنا عن أهم دولة وهي اليونان، بالتأكيد اليونان تضررت من هذا الاتفاق حيث أنها خسرت يعني مساحات شاسعة من مياه البحر الأبيض المتوسط والتي تحوي مخزونات هائلة جدا من الغاز الطبيعي، وهذا الاتفاق يحرم اليونان من الاستفادة من هذه الثروة، خاصة في ظل كما نعرف أن اقتصاد اليونان تعرض لهزة قوية جدا في سنة 2008 في الأزمة الاقتصادية العالمية الانترناشونال كرايسيس، ويعني نتج عنه تذبذب في الاقتصاد اليوناني، واليونان محتاجة بشكل كبير جدا لمثل هذه الثروات حتى تستطيع أن يعني تسدد جميع ديونها لمصر البنك الدولي وأن تنطلق في اقتصادها من جديد. إذا نظرنا إلى موقف مصر مثلا، موقف مصر نعرف أنه ينطلق من تحالفاتها الإقليمية مع اليونان ومع دولة الكيان الصهيوني، ونحن نعرف جيدا أنه في سنة 2018 تم إنشاء المنتدى الاقتصادي لشرق المتوسط، وكانت مصر إحدى هذه الدول، ومقر هذا المنتدى كما نعرف هو في القاهرة، أيضا تشارك في هذا المنتدى مصر واليونان وقبرص وإيطاليا وفرنسا، وتم استبعاد للأسف ليبيا من هذا المنتدى بالكامل، وكأن ليبيا ليست جزء من شرق المتوسط.
أيضا ينطلق موقف مصر من الخصومة السياسية تجاه حكومة الوحدة الوطنية التي أبرمت هذا الاتفاق مع تركيا، وكذلك الخصومة السياسية مع الدولة التركية. نعم. موقف الكيان الصهيوني أيضا ناتج عن أنه تضرر بالفعل من مثل هذا الاتفاق، لأننا نعرف أن منتدى شرق المتوسط كان يعتمد بشكل كبير على إنشاء خط أنابيب من شرق المتوسط يمر بالمنطقة البحرية اليونانية نحو أوروبا لتسويق الغاز في أوروبا، ولكن وجود المنطقة البحرية الآن التركية الليبية تقطع الطريق على هذا الخط، خط الأنابيب، ولا يمكن إقامة هذا خط الأنابيب لأنه سيمر بهذه المنطقة. لذلك الكيان الصهيوني متضرر أيضا من هذا الاتفاق، ولذلك يعارض هذا الاتفاق. إذا نظرنا إلى موقف الاتحاد الأوروبي، موقف الاتحاد الأوروبي ينفع من تأييد عضو في الاتحاد الأوروبي وهو اليونان. مدام اليونان ترفض هذا الاتفاق فبالتأكيد يعني هناك تأييد لموقف اليونان من الاتحاد الأوروبي. موقف الولايات المتحدة طبعا يتماهى كثيرا ويتوافق مع موقف الكيان الصهيوني. الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر دولة الكيان الصهيوني بمثابة الدولة الأولى بالرعاية، ولذلك كل المواقف السياسية التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن تكون متوافقة مع مواقف دولة الكيان الصهيوني. هذه الدول كما قلت أو المواقف الدول الخارجية هو يتوافق مع المصالح وأيضا الأضرار التي حدثت، ولا علاقة له بالمواقف الشخصيات المحلية التي ينطلق أو تنطلق جميعها من مبدأ الخصومة السياسية. يعني نعم. الشخصيات نعم. المحلية أو الأطراف المحلية التي ارتفع صوتها لرفض هذا الاتفاق هي تنطلق في ذلك. طيب. من يعني مبررين. المبرر الأول أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية ولا تستطيع إبرام اتفاقيات حسب ما يقولون. المبرر الثاني طبعا هناك بعض الشخصيات مثل عقيلة صالح وحفتر يرون أن الحليف المصري يعني مصالحه مقدمة على مصالح ليبيا. يعني نعم. عندما يقول نعم. حفتر أن مصلحة مصر، أنا مع مصلحة مصر حتى ضد مصلحة ليبيا، فهو ينطلق من هذا الاعتبار في معارضته لمثل هذا الاتفاق. نعم. نعم. طيب دكتور سامي، يعني نجد ردود الفعل الدولية استنكرت بشدة أيضا توقيع مذكرة التفاهم، لكن يعني أليست ليبيا دولة ذات سيادة، وأن هذا الشأن يعني شأن توقيعها مذكرة سواء مع تركيا أو حتى غيرها من الدول هو شأن داخلي؟ إلى حد ما بالتأكيد. يعني الفكرة هي أن ليس مسألة أن ليبيا مارست حقها السياسي في التوقيع في نوع من النشاط الدولي سواء كان في شكل اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، بقدر ما هو يعني انعكاس للحالة السياسية في المنطقة. وبالتالي الصراع الحقيقة ليس صراع إذا أردت صراع مشروع، صراع لديه القيم الأخلاقية اللازمة، وإنما هو صراع من أجل تحسين مواقف والانضمام إلى صفوف معينة. كما نرى يعني ما تقف به دولة مصر وإسرائيل بالتأكيد يتماهى مع مصالح اليونان، وهي ضد مصالح تركيا وضد مصالح ليبيا أو الفريق الديمقراطي المدني اللي هو تمثل الآن المنطقة الغربية وأيضا تواجد الحكومة فيها. فبالتأكيد هو صراع الحقيقة لا علاقة له بموضوع السيادة بقدر ما هو موضوع خلاف له أبعاد ذات مصالح خاصة لكل طرف، ولكن يظل حق الشعب الليبي هو الأساس، ويظل أن مصلحة الشعب الليبي في أن يرتبط الحقيقة بالعديد من الدول وبناء مشاريع اقتصادية واتفاقيات ومذكرات تفاهم، وهذا أمر مشروع وأمر يتناغم ويتماهى مع الحالة الاقتصادية الليبية. نحن لا يمكن لنا أن نوقف عجلة تقدم هذا الوطن حتى على مستوى الاتفاقيات، لأن الوقت ليس في صالح هذا الشعب. وبالتأكيد لابد للدولة من أن تتحرك وأن تتفاوض وأن تصل إلى اتفاقيات طالما هي عادلة ويستفيد منها الشعب الليبي فليكن. هذا هو المعيار اللي يجب أن يتبع. نعم. نعم. طيب دكتور عمر، يعني أنت تحدثت عن هذه الاتفاقية بإيجابية، لكن من ناحية أخرى ومن جهة أخرى هذه الاتفاقية لاقت
بعد تفاعل الشعب الرافض لها داخليا وخارجيا، خاصة يعني داخليا، الذين يتمسكون بمصطلح باعوها، كيف تعلق؟ هو هذا المصطلح يعني أو العبارة هذه مضحكة الحقيقة، لأن الناس الذين قالوا هذا، وأنا قرأته على صفحات الفيس وبعض المجموعات المغلقة، قالوا هذا قبل أن يقرأوا الاتفاقية. هم رافضين الفكرة من الأساس، هم يعني واخدين موقف سياسي من الحكومة ولا وزن لديهم لمصلحة الاقتصاد الليبي. يعني هم لو غير تريتوا شوية وقالوا والله احنا يعني نبوا نقيموا الاتفاقية هذه، وبعدين يطلعوا على الاتفاقية ويقيموها ونشوفوا رأي يكون رأي أقرب لأن يكون رأي علمي من هذا الموقف السياسي المضحك الحقيقة. أنا أود أن أقول لهؤلاء أن ليبيا أصدرت القانون رقم 25 لسنة 55، يعني 1955. هذا أول قانون في النفط الذي سمي بقانون البترول. منذ ذلك الوقت، من عام 1955 إلى اليوم، 67 سنة وقعت فيها عقود، من يعني أنا لا أستطيع حصرها. نعم. وتعدلت فيها التشريعات النفطية، وأنا عندي مجلد في بيتي بالتشريعات النفطية اللي صادرة. المهم العقود هذه آخرها ما يعرف باتفاقيات إبسا 4 أو إبسا 4. هذه الاتفاقيات، أنا نعطيك مثال بسيط على كيف تشتغل مؤسسة النفط وكيف توقع في مثل هذه الاتفاقيات. نعم. ياخذوا قطعة أرض مثلا، وممكن تكون في البحر ولا في البر باين، وهذه اللي مثل بيتفقوا فيها مع شركة أجنبية بالاستكشاف والإنتاج إذا وجدت نفط، يحددوا لها القطعة وأبعادها بالإحداثيات ومساحتها، ويشترطوا عليها أن تستثمر مبلغ معين، زي ما نقوله لا يقل عن 100 مليون دولار أو 200 مليون دولار، لابد تستثمر المبلغ هذا في فترة زمنية معينة، مثلا سنة أو سنتين. وفي هذه الحالة يكون النتيجة واحدة من اثنين، يا إما تلقى نفط، تجد نفط، أو لا تجد نفط. فإذا لم تجد نفط، فالشركة الأجنبية التي وقعت هذه الاتفاقية عليها إلا أن تضم أغراضها وتخرج من ليبيا، والسلام عليكم، وتتحمل كل التكاليف، وليبيا لا تدفع ولا سنت واحد ولا درهم واحد. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، نعم، أن تلقى نفط. في حالة ما تلقى نفط، تساهم الدولة الليبية بنسبة من تكاليف الاستكشاف تدفعها، ولكن لا تدفعها نقدا على طول، وإنما تخصم من عائداتها من الإنتاج الذي يقسم عادة في إطاره الأساسي، طبعا فيه تفاصيل كثيرة، إلى 85 للجانب الليبي و15 للجانب الأجنبي، للشريك الأجنبي. نعم. مع تفاصيل أخرى ومع اختلاف ما بين اتفاقيات وإلى آخره بدون الدخول في التفاصيل. المهم يعني تدفع من حصة الجانب الليبي. لما أنت تنظر نظرة تقييمية موضوعية علمية لهذه المسألة، تلقاها في مصلحة الشعب الليبي. احنا مثلا نوقع اتفاقية مع شركة تركية للاستكشاف، بنفس الطريقة نوقع معها إبسا 4. إذا كان لم تجد نفط ولا غاز، مع السلامة، تضم أغراضها وفمان الله، وما ندفعوش احنا حتى قرش. وإذا وجدت، احنا بندفعوا لها نسبة من تكاليف الاستكشاف، والإنتاج بعدين يبدأ مقاسمة. ما المشكلة في ذلك؟ لماذا يصرخون يقولوا باعوا ماذا يا راجل؟ إذا كان بعنا فإحنا بايعين من 1955، مش من اليوم راهو. نعم. فهذا نعم. الغريب يعني. نعم. مواقف يعني حاجة الواحد يعني لا يعرف يضحك لا يبكي يعني عليها يعني. شكرا. نعم. طيب السيد مروان، يعني عقيلة صالح يخاطب جامعة الدول العربية بشأن بطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة الوحدة الوطنية
منتهية الصلاحية، ماذا يمكن أن تقدم الجامعة العربية العاقلة صالح؟ نعم، في 2019 لما أبرمت حكومة الوفاق اتفاقية البحرية والعسكرية والأمنية مع الدولة التركية، يعني شنت عليها نفس الحملة، وقيل بأنها حكومة منتهية الصلاحية وأنها لا تمثل الليبيين وأنها يعني حكومة غير شرعية وغير ذلك من هذه الاتهامات. ويعني لكن يعني الاتفاقية أبرمت وصادق عليها البرلمان التركي وتم تسجيلها في الأمم المتحدة، بالرغم من أن عقيلة صالح في نفس السنة في 2019 خاطب الأمين العام للأمم المتحدة وذكر بأن هذه الاتفاقية غير شرعية لأنها صدرت من حكومة غير شرعية ولا تملك يعني الصلاحيات لإبرام مثل هذه الاتفاقيات حسب اتفاق الصخيرات وغيرها، إلا أن العالم لم ينظر إلى مثل هذه الخطابات وسجلت الاتفاقية في الأمم المتحدة. الغريب في الأمر أو الملاحظ في هذا الموضوع أن اتفاق سنة 2019 يعني تم المصادقة عليه في البرلمان التركي بأغلبية ساحقة، حتى المعارضة التركية التي كانت في خصومة مع الرئاسة ومع يعني حزب العدالة والتنمية الذي يقود البلاد، يعني لاحظنا أنه آثرت مصلحة الدولة التركية وقامت بالتصويت لصالح المصادقة على هذه المذكرة، بالرغم أنها تعلم جيدا بأن أردوغان وحكومته سوف يستفيدون استفادة كبيرة جدا من هذه الاتفاقية في أي انتخابات قادمة، لأن الاتفاقية يعني تمنح تركيا مساحات شاسعة من المتوسط وكذلك تمنحها ثروات هائلة، وهذا بلا شك يمنح يعني الحكومة التركية أي كريدت لها في 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 أي انتخابات قادمة. ومع ذلك المعارضة لن تستطيع أن تعارض هذه الاتفاقية، لأن معارضتها في الاتفاقية في البرلمان التركي يدل أو يعطي فكرة للشعب التركي بأن المعارضة لا تريد مصلحة الشعب أو لا تريد مصلحة الدولة التركية. في المقابل هنا في ليبيا، يعني لأن حكومة الوحدة الوطنية سوف تستفيد من هذه الاتفاقية، صحيح أن الحكومة سوف تستفيد، ولكن الفائدة الأكبر بالتأكيد هي الفائدة للدولة الليبية، لأن هناك يعني مناطق شاسعة الآن من البحر تم إضافتها للمنطقة البحرية الاقتصادية لليبيا، ولها حقوق فيها ولها ثروات فيها سوف تستخرج، وهذا سيكون له أكيد أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني. لكن لا نستطيع أن ننكر أن حكومة الوحدة الوطنية أيضا استفادت من هذه الاتفاقية في إبرامها مع الحكومة التركية، لأنها كسبت حليف قوي لها، وبالتأكيد الحكومة التركية سوف تحافظ على تحالفها مع حكومة الوحدة الوطنية لأنه جلب لها هذا الاتفاق وهذه المصالح. في المقابل من يعارض هذا الاتفاق من الليبيين في الحقيقة هو ينظر فقط إلى الضرر الذي أصابه من استفادة خصمه السياسي اللي هو حكومة الوحدة الوطنية من هذه الاتفاقية، ولا ينظر إلى المصلحة الوطنية التي عادت على هذه على ليبيا من وراء هذه الاتفاقية. إذن هنا المفارقة كما قلت يعني كبيرة بين الموقف المعارضة، موقف المعارضة التركية، وبين موقف من يعارض حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، ولعل السبب في ذلك أنه غياب المحاسبة الشعبية لأي طرف سياسي يتخذ مواقف مضرة بالمصلحة الوطنية في سبيل مصالحه الضيقة والشخصية. لابد أن يرتقي وعي الشعب الليبي، يعرف من فعلا الطرف السياسي الذي يسعى لتحقيق مصالحه مصالح الشعب الليبي، وبين الطرف السياسي الذي لا ينظر إلى مصالح الشعب الليبي ولكن ينظر إلى مصالحه ولو كانت ضد مصالح الشعب الليبي. نعم. طيب دكتور سامي، يعني هل ترى بأن مصر تحاول التحشيد الدولي وجر دول حوض المتوسط لخلق أزمة ليبية مع تلك الدول؟ بالتأكيد هي يعني النظام القائم في مصر هو كان حريص باستمرار على أن يظهر بمظهر المسيطر في المنطقة والمسير للأحداث
بل في أكثر من مناسبة رأيناه سواء في اجتماعات دولية بالذات في الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما كان يحاضر على رئيس المجلس الرئاسي، والرئيس المجلس الرئاسي في ذلك الوقت لم يحرك ساكن. فهم الحقيقة هم ودولة الإمارات كانوا دائما يلعبون دور الوصي على الشعب الليبي، لأن للأسف الشديد وجدوا من أبناء جلدتنا من يعطيهم هذه المساحات، لم يجدوا من يضعهم في حدودهم وفي مكانهم الطبيعي والسليم. وبالتالي ستستمر جمهورية مصر ونظامها نقصد في السير نحو هذه الغطرسة السياسية، لأن نحن ما زلنا مصرين للأسف الشديد حتى هذا التاريخ أن لا نحترم أنفسنا في اللقاءات الدولية بالتحديد، عندما يجب أن تحجم دولة مصر من الخارجية، من حكومة الوحدة الوطنية، من بغض النظر على الأثمان التي يمكن أن يدفعها الشعب الليبي. لابد يعني أن يكون هناك موقف عز، يعني موقف عز وموقف صارم، حتى تعلم جمهورية مصر بأن لها حدود عندما تتحدث على إرادة الشعب الليبي، مع كامل احترامنا للشعب المصري. يعني يجب أن لا نعطي مساحات للدخول بين العلاقتين، هناك بون شاسع، هناك اختلاف كبير جدا. نحن كنا وما زلنا وسنظل نثمن عاليا تاريخ مصر وجيرتنا مع مصر واحترامنا للشعب المصري الذي تربطنا به علاقات تاريخية، ولكن لا يمكن الحقيقة لنظام عسكري أن يكون هو من يحدد علاقتنا بالشعب المصري ولا بدولة مصر على المستوى الرسمي. فأنا يعني أتوجه من منبركم إلى كل السلطات في ليبيا أن تحترم الحقيقة قيمة وكرامة الشعب الليبي، بأن ترد الصاع صاعين، ولو تطلب الأمر الانسحاب من عدة مواقع في مؤسسات ربما تتحرك عن طريق مصر أو غير ذلك، حتى يعلم المسؤولين في مصر أننا نعلم أين حقوقنا ونستطيع أن نقف بصلابة تجاهها. موقف زي ما حصل في اجتماع الجامعة العربية أنا نعتقد كان لزام أن يرد الصاع صاعين عندما خرج ما يسمي نفسه بوزير خارجية مصر سامح شكري من الاجتماع عندما تحدثت وزيرة الخارجية الليبية، لأن الإهانة هنا إهانة للشعب الليبي وليس إهانة للوزيرة فقط. لابد يعني أن تكون هناك خطوط نحن من يفرضها، طالما هم وجدوا في أنفسهم الجرأة وقلة الحياة الحقيقة من المسؤولين في مصر عندما تحدثوا على الخطوط الحمراء في معاركنا تجاه العدوان الذي يعني يجب أن نربط سلاسل التاريخ مع بعض، يجب يكون هناك ربط للمسؤول. ما يتحدث لي اليوم على شنو موقف مصر من مذكر التفاهم ويقف، لابد أن نذكر بكل ماضيه اللعين كله، لابد لا أن نجيب لها ننسد فلاه كله مع بعض. أنتوا درتوا، أنتوا درتوا، أنتوا درتوا، أنتوا اعتديتوا، أنتوا ضربتوا بطائراتكم، أنتوا لابد هيك الشعوب تحاسب بعضها، ما نخليها أنا يعني يحاصرني في النقطة اللي بها، لأنه هو علاقاتها واضحة مع دولة اليونان ومصالحها واضحة، ومصالحها أيضا مع دولة إسرائيل واضحة، مع الإمارات واضحة، وبالتالي هذه المؤامرة اللي تجري في الشرق الأوسط هو يقف لجانبها ولصالحها بالتأكيد. طيب دكتور عمر، مذكرات التفاهم والاتفاقيات كالتبادل التجاري وعقود الإيجار، هل ترى بأن عقيلة صالح أقحم المستقبل التجاري والاقتصادي في الصراع السياسي؟ أقحم قلت لي، ماذا تقصد؟ أقصد هنا دكتور عمر بأن كل مذكرات التفاهم يعني سواء التي أبرمت فيما مضى أو مذكرة التفاهم التي أبرمت قبل يومين ماضيين بين ليبيا وتركيا، يعني كان يعني رفض عقيلة صالح وكل النواب وكذلك مجموعة من الأعلى للدولة رفضوا هذه المذكرة دون حتى النظر ما تحويها وما تحوي هذه المذكرة، يعني ضموا يعني موضوع الاقتصاد كتبادل التجاري وغيره وكل الاتفاقيات التي ستعود بالنفع على ليبيا أدخلوها وضموها للصراع السياسي. هو بداية أنا في تقديري وكما أفهم من السادة أهل القانون
وينبغي الا اتحدث وفي وجود الدكتور سامي استاذ القانون، ان مذكرات التفاهم لا تحتاج الى عرض على مجلس النواب. هذا ما اعرفه من اخوتي في مجال القانون. نعم. كذلك النقطة التي ذكرها الأستاذ مروان هي نقطة جميلة، هي غياب المحاسبة الشعبية من للناس الذين لا يراعون مصلحة الوطن ومن أجل مصالحهم يضحون بمصلحة الوطن. يعني ينبغي أن الخلاف السياسي يكون خلافا شريفا، بمعنى أن مصلحة الوطن تفوق كل المصالح، وبعد ذلك فلنختلف سياسيا. ولكن الذي حصل الآن هو أن من أجل مصالح شخصية، من أجل البقاء في السلطة، من أجل كذا، يعني كلها مصالح شخصية ضيقة، يرفضوا مصالح وطنية واضحة. يعني هم رفضوا الاتفاقية في أصلها، يعني من لما وقعها السيد فايز السراج هم رفضوها. إذن هم رفضوا قطعة الأرض هذه أو المنطقة البحرية هذه، هم رفضوها. يعني كأنهم بيقولوا راهي مش لينا. باي طيب يا أخي، إذا كان مش ليك أنت الآن، شي دخلك نديروا فيها عقد، نديروا تنقيب، ما نديروش تنقيب، خلاص انت تتكلم على شيء ماهوش ليك اصلا. فهو يعني المنطق يعني متناقض بالكامل، ومش اختصاصهم ومش مجالهم، وهم يعني كلها مواقف شخصيه. يعني ما انا نتمنى يكون عندهم مواقف شريفه، مواقف وطنيه، يكونوا احنا فلنختلف على أي شيء، لكن لا نختلف على مصلحة ليبيا الاقتصادية. يعني ينبغي أن يكون الموقف هكذا. فللأسف يعني هذه هي عقلياتهم. نعم نعم. بكل أسف. نعم نعم. سيد مروان، هل تتوقع أن التوترات قد تتصاعد في شرق المتوسط بعد أن وقعت تركيا مذكرة تفاهم مع حكومة الوحدة الوطنية للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة بحرية متنازع عليها؟ نعم، بالتأكيد هذا الأمر يعني ربما يشابه القضية التي كانت بين لبنان وبين الكيان الصهيوني. نحن نعرف جيدا بأن المنطقة الحدودية بين لبنان والكيان الصهيوني أيضا تحوي مناطق يعني غنية بالغاز، و طيلة العشر سنوات الماضية كان هناك خلاف بين لبنان وبين الكيان الصهيوني على ترسيم الحدود في هذه المنطقة. وما حدث أن لبنان يعني أبرم عقود مع شركات من أوروبا ومن فرنسا بالتحديد، وهي شركة توتال الفرنسية، للتنقيب على الغاز قبالة شواطئ لبنان الجنوبية. ما حدث أن هذه الشركة وهي شركة توتال الفرنسية رفضت البدء أو استئناف عمليات التنقيب حتى يتم البث أو التوافق ما بين لبنان والكيان الصهيوني على ترسيم الحدود، وقالت بأنها منطقة متنازع عليها ولا تستطيع أن تباشر عمليات التنقيب والاستخراج ما لم يتم التوافق بين لبنان وإسرائيل. بينما قام الكيان الصهيوني، لأنه يمتلك شركاته الخاصة للتنقيب، قام بمباشرة أعمال التنقيب واستخراج الغاز واستنفاد أو الحصول أو استخراج الكميات كبيرة جدا من الحوض، لأن أنت تعرف أنه ربما يكون نفس الحوض تتقاسمه دولتان في نفس المنطقة. وضاع على لبنان حوالي 10 سنوات من إمكانية الاستفادة من هذه الثروة اللي كانت مخزنة أمام شواطئه، ولكن لأنه لا يملك شركات خاصة به لاستخراج هذه الثروة. ليبيا لو بتستعمل نفس الاستراتيجية التي استعملتها لبنان في إبرام عقود مع شركات أوروبية مثلا أو أمريكية، سوف يعني تتعرض لنفس التبريرات أو لنفس الحالة. لن تستطيع هذه الشركات سواء الأوروبية أو الأمريكية مباشرة التنقيب، لأنها ستنظر إلى المنطقة بأنها منطقة متنازع عليها بين اليونان وليبيا.
واليونان عضو في الاتحاد الأوروبي، ولن تستطيع أي شركة تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي لأن تجري أعمال تنقيب أو الاستخراج. أما إبرام الاتفاق مع تركيا يعطي لليبيا يعني الأسبقية في أن تسمح للشركات التركية بالتنقيب. شركات تركية سوف تباشر أعمال التنقيب ولن تنظر إلى مسألة الخلاف على هذه المنطقة بين اليونان وليبيا، بل ممكن يتطور الأمر إلى أن تقوم الدولة التركية والقوات العسكرية التركية بحماية أعمال التنقيب وأعمال استخراج النفط والغاز لصالح ليبيا وتركيا طبعا، وهذا الأمر لا يمكن القيام به إلا عن طريق الجانب التركي. يعني من يتكلمون الآن ويقولون لماذا تركيا؟ لأنه لا يستطيع أحد في هذا العالم أن يستخرج لك ثروتك الموجودة الآن في البحر نتيجة الخلاف بينك وبين اليونان إلا تركيا. ليش؟ لأن تركيا لديها خصومة مع اليونان وتستطيع بالفعل، لديها قوة عسكرية تستطيع أن توقف اليونان عند حدها. نعم. لذلك فإن هذا الاتفاق لا يمكن أن يجري إلا بهذه الطريقة. نعم. يعني ما فيش حد معترف. نعم. بيك أنت وبمنطقتك البحرية إلا تركيا، ما فيش حد يقدر يستخرج هذه الثروات إلا تركيا. إذن لا طريق أمامك إلا تركيا، كما كان في 2019 يعني أبرمنا الاتفاقية العسكرية مع تركيا لأنه لم يمد أحد يده لمساعدته هنا لرد العدوان إلا تركيا. نعم. يعني فايز السراج قبل أن يبرم الاتفاق العسكري والأمني مع تركيا ذهب إلى إيطاليا، ذهب إلى بريطانيا، ذهب تكلم مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الكل كان معرض عنه ولا يريد التدخل. نعم. لحماية طرابلس التي. نعم. كانت معرضة للسقوط في ذلك الوقت، لم يتدخل إلى الأتراك. إذن لم يكن أمامنا خيار. الذين يقولون لماذا تركيا؟ لأن الخيارات. نعم. محدودة جدا أو لا وجود للخيارات إلا مع تركيا. نعم. نعم. طيب دكتور سامي، ربما سمعت معي لكلام السيد مروان، يعني هناك من يرى أيضا يعني هذه الدول الرافضة لهذه المذكرة وهذه الاتفاقية، لماذا لم تعمل مثلا اليونان على إصدار مذكرة تفاهم، اتفاق بحري أو غيره من الاتفاقيات مع ليبيا، أو حتى تعاون في أي مجال كان؟ بداية لو سمحت لي أنا بن يعني أنزكي ما قال السيد الفاضل الدكتور عمر زموح بأن بالفعل المذكرات لا تحتاج إلى تصديق من الأجسام التشريعية في دولها. يعني بالنسبة للإعلان الدستوري الليبي ليس لا يعتبر هذه اتفاقية دولية، وبالتالي ليس منصوص عليها أن تكون جزء من الإجراءات الرسمية حتى يتم الاعتراف بها. نعم. فأنا حبيت نأكد على هذه الجزئية للدكتور بشترسخ تصبح قاعدة قانونية حقيقية. بالنسبة لنقطة أخرى يهمني أننا نأكد عليها في حوار الليلة أثارها أيضا الدكتور الفاضل عمر، وهو أن مسألة الصفة عندما تتعارض مع المصلحة الوطنية وتتحدث حضرتك على الوطنية لابد لي أن أغمض عيني حتى لو كنت على خلافا معك. يعني بمعنى لا يحق الحقيقة يعني استهتار في مفاهيم الوطنية إلى أقصى حد، وهذه يجب أن تسجل تاريخيا على موقف يعني درجة الانحطاط لهذا المجلس أنه لا يهم مصلحة ليبيا، فالمهم أن تخسر هذه الحكومة، وكأن المصلحة ليست مصلحة للشعب الليبي ولا للدولة الليبية. فهذا الطعن نفسه، الطعن في الصفة أن هذه الحكومة حكومة لا تمتلك الشرعية وانتهت صلاحيتها، هو دفع منحط من الطراز الرفيع، وسيسجل التاريخ عار على ما سمي بمجلس النواب في ليبيا. نأتي إلى سؤال حضرتك. المواقع تختلف، المواقع تختلف، وحتى ما قال السيد مروان نعتقد أن أيضا وضع تركيا في موقعها الجغرافي هي الحقيقة ما هيش خيارية، ما هيش مسألة اختيار، هي كانت مسألة تحددها جغرافيا المنطقة. جغرافيا المنطقة تحدد أن جمهورية التركية يقابلها فورا هذا الشريط الاقتصادي الذي لا يمكن تبديله من أي دولة أخرى، لا من اليونان ولا من أي دولة أخرى، لأن هذه معطيات جغرافية، وبالتالي لا يمكن حددها القدر وحددها جغرافية الأرض التي نعيش عليها اليوم.
وبالتالي لا يمكن لجمهورية اليونان أن تأخذ موقف غير الموقف اللي هي اختارته، على العكس تماما، هي ليست صاحبة مصلحة في أن تصل تركيا إلى الحدود الليبية عبر الممر المائي الذي يعطيها دوليا هذه الشرعية. فالمسألة غاية في الحساسية وغاية في الاستفادة لجميع الأطراف، سواء كانت للدولة التركية أو للشعب الليبي. نعم. يعني أيضا تركيا هي دولة مستفيدة بامتياز من هذا، لأنها استطاعت أن تكسر حاجز الحصار الاقتصادي والسياسي والأمني في حوض المتوسط بعد أن يعني غرست إسرائيل واليونان ومصر، مصر العربية، مصر، جمهورية مصر الحقيقة فقدت عروبتها هي الحقيقة. نعم. بواسطة حكامها هذول، وأيضا دول الأخرى الضعيفة التي في المنطقة، هذول داروا كم ماشى. نعم. وكان الهدف منها إقصاء تركيا ووضعها في حالة خطيرة من ناحية الأمنية. جاءت هذه الاتفاقية وكان هدية من الله سبحانه وتعالى لتقول لهم نحن سنفتح هذا الخط المباشر بين الشواطئ التركية والشواطئ الليبية بغض النظر على وين في ليبيا، وستكون اتفاقية عسكرية أمنية اقتصادية وكما تشاءون. نعم. والحمد لله هي تسير. طيب. على قدم وساق. نعم. فهذه هدايا من العلي. نعم. القدير، حماية لهذه الثورة وحماية لهذا الشعب الطيب. نعم. نعم. طيب دكتور عمر، يعني في اعتقادك بعد توقيع هذه الاتفاقية مع دولة تركيا، كيف يمكن الاستفادة منها وتوقيع بعض الاتفاقيات الأخرى الاقتصادية التي ربما ستنعش الوضع الاقتصادي في البلاد؟ هو زي ما ذكرت قبل قليل في مداخلتي السابقة، نعم، هو أن هذه الاتفاقية تمثل خطوطا عريضة كما سمعتها من قراءة السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، هي تمثل خطوط عريضة وتتيح المجال للمؤسسة الوطنية للنفط لإبرام اتفاقيات. هذه الاتفاقيات كما ذكرت أيضا هي من نوعية أحدث نوع، هو المقاسمة 4 أو إبسا 4 زي ما نقوله. دكتور عمر، ربما لم تفهم سؤالي جيدا. أنا قصدت الحديث عن إبرام اتفاقيات مماثلة، ربما ليس في النفط وإنما في مجالات اقتصادية أخرى ينتعش بها الوضع الاقتصادي في البلاد. بالنسبة لي هو هذا وارد أيضا في مجموعة الاتفاقيات التي ذكرها السيد رئيس الحكومة، وهذا وارد أيضا باستمرار، لأن الشركات التركية موجودة في ليبيا، موجودة منذ عشرات السنين، يعني ممكن منذ حتى 50 أو 40 سنة على الأقل. نعم. موجودة في ليبيا بدرجات متفاوتة، ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم أخيرة هي تأكيد لوجود أو لترسيخ الشراكة التركية وتوقيع اتفاقيات في مختلف المجالات الاقتصادية، ليس. نعم. البحرية فقط. نعم. وليس النفط فقط. نعم. نعم. طيب سيد مروان، وهذه بالتأكيد. نعم. يعني ستكون في مصلحة الاقتصاد الليبي. إذا سمحت لي. نعم تفضل. في نقطة ذكرها السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أعجبتني جدا، أريد أن أقولها الآن. نعم. هي أن ينبغي أن نتعاون مع الدول التي تعاونت معنا، لكن دول تعاديك وتتعاون معها ماهيش منطقية يعني الحقيقة، فيجب أن يكون المعاملة بالمثل. نعم. ند للند، المثل بالمثل. نعم. معاملة بالمثل، وبالتالي الدول التي وقفت معنا مواقف إيجابية يجب أن نتعاقد معها، وهذا هو المنطقي وهذا ما تفعله كل الدول. نعم. لماذا احنا بنكون شادين. طيب. على القاعدة. طيب. ولا كيف؟ هذا هو المنطقي يعني. نعم. شكرا. نعم سيد مروان، في دقيقة لو سمحت، أن الوقت قد دهمنا. يعني المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يقول أنه يجب ألا توقع حكومة الوحدة المؤقتة على اتفاقيات جديدة، هل يفسر هذا الأمر بأن الاتفاقية لن ترى النور وسط هذا الرفض الدولي؟ نعم.
لم أسمع سؤالك جيد، لأنك تتحدث عن موقف الولايات المتحدة من نعم، قلت لك بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يقول أنه يجب ألا توقع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة على اتفاقية جديدة. هل يفسر هذا أو هل يفسر الأمر بأن الاتفاقية لن ترى النور وسط هذا الرفض الدولي؟ لا لا لا، موقف الولايات المتحدة الأمريكية هو يعني منبثق من يعني التزامها التاريخي بمصالح الكيان الصهيوني. يعني نحن لا نلوم الحكومة الأمريكية لأنها لا تستطيع أن تتخذ أي موقف يضر بالمصالح الكيان الصهيوني، لكن في المقابل أعتقد بأن حكومة الوحدة الوطنية تستطيع المضي قدما في هذا الاتفاق، لأنها الاتفاق هذا مع حليف قوي وهو الحليف التركي، والحليف التركي قادر أن يقف في وجه أي معارضة أمريكية لمثل هذا الاتفاق. يعني دائما أبرم مصالحك أو اتفاقاتك أو أعمالك السياسية مع حليف قوي، والحليف القوي سيتكفل بكل معارضة وبكل مواقف سياسية دولية ربما تقف في وجه مثل هذه الاتفاقيات. كما قال يعني ضيوفك اليوم، المصلحة الليبية في هذا الاتفاق، ابحث عن حليف قوي تبرم معه هذا الاتفاق وامضي قدما ولا تنظر إلى أصوات المعارضين، فأصوات المعارضين هي مواقف سياسية في النهاية، وهذه المواقف ربما لن تستطيع إيقاف العزيمة والإرادة في إنهاء مثل هذا العمل وتحقيق مصلحة الشعب الليبي من خلفي. نعم، شكرا جزيلا لك سيد مروان الدرقاش المحلل السياسي، كنت معي عبر استديوهاتنا من مدينة مصراتة. أشكرك جزيل الشكر، وأشكرك أيضا دكتور عمر زرموح الخبير الاقتصادي، كنت معي عبر استديوهاتنا من مدينة مصراتة، شكرا جزيلا لك. ولك جزيل الشكر دكتور سامي الأطرش المحامي وخبير القانون الدولي، كنت ضيفي من الاستوديو، شكرا جزيلا لك. انتهى الوقت أعزائي المشاهدين، حتى اللقاء بكم في وقت آخر، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.